علاقة راه كيشوبها واحد العدد كبير ديال الغموض، لأن لو كانت علاقة منظمة في الإطار ديال اللي خصها تكون فيه ما كناش غادي نطيعوا في هذه المشاكل. مالك المعدونية كيأجر المعدونية ديالو بواسطة عقد نموذجي عن طريق ولاية جهة الدار البيضاء سطات في 6 سنين قابلة 6 سنوات تجدد. المستغل كيأجر المعدونية وكيجيب السيارة وكيشغل عليها مثلا سائق أو جوج ديال السائقين أو ربما كيشتغل عليها هو بنفسه. السائق المهني اللي هو الحلقة الأخيرة كيشتغل عند هاد الأطراف بجوج، عند المالك وعند المستغل، وما عندوش وما كاين حتى شي واحد ضامن ليه الحقوق ديالو، لا التعاقدية ولا المرضية ولا حقه في العمل ولا حقه في الإضراب ولا حقه في العطال، ولا كيبقى خدام ورب العمل هو اللي كيفرض عليه الروسيطة اللي بغاه هو وقت ما بغاه هو. تقدر تزيد تقدر تنقص، حنا كنعرفوا الروسيطة كتنقص غير نهار الحد وأيام العطال. فهاد المرحلة اللي كنا فيها حنا دابا ديال كوفيد كان واحد الثمن اللي هو 100 درهم، مؤخرا راه الروسيطة رجعت الثمن ديالها 100%. السائقين هما دابا خدامين على مضض وخدامين حنا دابا في المجهول، لأن ما عندناش تغطية صحية وما عندناش تغطية اجتماعية، وحتى التغطية الصحية والجماعية اللي كانت جات بها جهات ولاية الدار البيضاء سطات حنا وافقنا عليها، ولكن راه ما غاديش نقدروا نخارطوا فيها لأنه ما عندناش استمرارية العمل، لأننا دابا اليوم خدام وغدا مهدد. رب العمل يقدر في أي لحظة يقول لي يا سيدي راه داك السعر وطلع يعاونك، ما بغيتكش تبقى خدام معايا. بينما الأصل في العمل شنو؟ خاصو يكون عقد كينظم العلاقة ما بين المالك والمكتري والسائق، لأن داك السائق شنو اللي غيحميه؟ خاصو عقد عمل مع رب العمل في الشروط وفي القوانين المنظمة، باش أي واحد خرق هذاك القانون أو ارتكب شي خطأ يعاقب، ماشي العشوائية. العشوائية هي اللي كاينة دابا، بغيتي تخدم كيقول لك مرحبا جيت تخدم ها الطوموبيل ها الساروت، غتعطيني فوتوكوبي ديال الوثائق ديالك وغتعطيني واحد الضمان مالي، كاين 5000 درهم اسبيس و 5000 درهم شيك او 10000 درهم اسبيس او حسب الاتفاق اللي بينك وبينه. نهار كتبغي تنفصل عليه خاصكم محكمة الله هي اللي تفصل بيناتكم، لا ضربتي لي الطوموبيل لا عوجتي لي بنو لا حركتي لي كيلاص لا درتي لي هذاك التسبيق ما كتبقاش تشوفه. فلهذا الان الاوان خصنا هذا القطاع يتنظم بعقود كما جا العقد النموذجي ونظم العلاقه الكرائيه ما بين المالك والمكتري. خص السائق حتى هو يدخل في عقد تنظيمي مع المالك مع رب العمل باش كومسا كل واحد يضمن الحق ديالو. السائق هو الحلقه المطحونه كما قلت لك، هو الحلقه المفرغه، لا تغطيه صحيه لا تغطيه اجتماعيه لا عطال لا تطبيب لا تمريض لا والو، كيشتغل وسالينا يجيب الروسيطة ويخدم تبارك الله. وقع لي شي عطاب شي خلل حادثة تسير شأنئا مع شي زبون مشكل كذا يتحمل المسؤولية ديالو. هو هذا الأمر ديال العقود النموذجية هو شر طاح علينا. احنا في الأول كنا كنخدموا بالعقود العرفية، العقود العرفيه كانت كتقيلي زعما بين الكاري والمكتاري، مثلا واحد الحلاوه مثلا كانت بكري ديال 5000 درهم او 10000 درهم، واحد السومه كرائيه معروفه وكيتفقوا كل 5 سنين كيجدوها ثاني بديك الطريقه. حنا الوقت اللي بقينا كناضلوا باش نحيدوا هذاك الحيف ديال العقود العرفيه وجبنا العقد النموذجي بنضال ديال جميع الاخوان وجميع الاطراف اللي الوقت اللي جبناه، جاء العقد النموذجي في 6 سنوات قابلا للتجديد 6 سنوات اخرى شريطة الأداء بانتظام، هادشي اللي مكتوب في العقد النموذجي. الوقت اللي ولات 12 عام ولا مالك المأدونية اش كيقول؟ كيقول أنا دابا الكريمة ديالي 12 عام ما غنبقاش نتحكم فيها، خصني أنا هاد الحلاوة وهادشي ما يبقاش بهاد الثمن. ولات المأدونية اليوم راه وصلت 30 مليون، وأنا نتحدى أي واحد في هاد الباب، أي واحد نتحداه في هاد الباب. كاينة مأدونيات اليوم واصلين 29 28 30 مليون اليوم، باش تأجر مأدونية خصك 30 مليون و2500 درهم ايجار شهري. بينما الاصل في القانون اش كيقول؟ المأدونية لا تورث ولا تكرى ولا تفوت بمقابل او بدون مقابل. هادشي كيدار على برا، ملي كيدخلوا للولايه الداخل كتحط السومه الكرائيه، ما كتحطش هذاك المونطون اللي عطيتي انت، والولايه راه عارفه هادشي، عارفه ان الكريم كيتكراو بهذا الثمن. ولكن الاصل ملي حنا خرقنا القانون بقينا غاديين في العشوائيه. إذن حال الأوان أن هاد الباترونات اللي كيتسماو المعلمين ديال الشكارة كتلقى مأجر 30 و 40 و 50 و 60 و 100 و 10 و 20 مأدونية، ما كيأدي ضرائب للدولة،
ما كيخلص لا سينيسيس ما كيأدي حتى شي حاجة، هو خدام وهذه الوضعية كتساهم في الاغتناء الفاحش ديالو، واللي كيبقى مقموع ومطحون هو السائق المسكين اللي ما عنده حتى شي حق في هذه المعادلة اللي هي المعادلة ديال الحيف وديال الظلم.